ولليوم الثالث تستمر تغطيتنا المباشرة لمعرض الجواهر العربية 2016 من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات مع الزميلة جمانة الذوادي، ومعها راح نتعرف على آراء الحضور والمشاركين. جمانة شلونك وشخبار معرض الجواهر؟ يا هلا ومرحبا نايلة، مثل ما تعرفين اليوم هو اليوم الثالث لمعرض الجواهر العربية لعام 2016، واليوم الأجواء مثل الأجواء الموجودة في خارج هذه القاعات جدا جميلة. الحضور كان أكثر اليوم، خاصة أن احنا ابتدينا في عطلة نهاية الأسبوع، فأكيد نتوقع أن تكون الإقبال أكثر في هذه الأيام. خلينا نعرف أكثر عن آراء المشاركين في هذه المعرض، فحبيت أول شيء أبتدي لقائي مع محمد الكوهجي مدير التسويق بمجموعة الكوهجي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا والله. مرحبا. طبعا في البداية أبي أعرف شنو هو سبب حرصكم الدائم على أن أنتم تتواجدون في هذه المعرض؟ طبعا احنا جوهرات محمد الكوهجي هي تبع شركات مجموعة محمد محمود الكوهجي، وكنا نكون موجودين في المعرض هاي شيء لابد منه، لأن المعرض يعني يجمع جميع من مناطق الخليج أوادمتي، فيكون معرض يعني وايد قوي في البحرين، فاحنا نحرص ان دائما نكون موجودين في المعرض سنه بسنه، لان دائما يعني الموديلات الجديده والاشكال الجديده ما تطلع الا ويا معرض المجوهرات. وشلون تشوف الاقبال لحد اليوم؟ اليوم يوم الثالث، شلون شافت الاقبال في هذه الايام الثلاثه؟ والله الاقبال كان من اول يوم، يعني الاقبال جيد، يعني من اول يوم انا لاحظنا ان الاقبال كان ممتاز، واحنا كنا هالسنه يعني متواجدين في موقع مختلف، بس بعد كذلك يعني الأوادم قاعد يقدرون يحصلوننا، وقادرين يعني نسوق البضاعة بشكل ممتاز. يعني يعطيكم العافية ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. وطبعا حبيت أن يكون معي لقاء آخر مع مدير بوتيك بوشرون فرع البحرين محمد عبد الله. يا هلا مرحبا فيك ومساء الخير. مساء الله بالنور. لي شرف أن قابلت للسنة الثانية على حضوري بهالمعرض ذي، واستمتع بلقائكم ولقاء الناس دائما. شرف لنا أكثر. طبعاً أبي أكلمك عن هذه المعرض بشكل عام، شنو يعني لكم هذه المعرض بهذه القوة؟ شنو يعني لكم أنتم كمشاركين فيه؟ متى مشاركتنا إحنا السنة الثانية، يعني بنت كمرحلة أولية العام الماضي شاركنا فيها كمرحلة تعريفية، السنة هذه أكدنا حضورنا، بتميزنا بالقطع الموجودة عندنا، بتفردنا ببعض القطع اللي غير موجود بأي مكان ثاني، خاصة مع مجموعتين ينزلون عندنا بالبحرين لأول مرة قبل ما تنزل في أوروبا، اللي هي باريسيان وغيرغان. يمكن فيها نوع من التميز جاية بثلاث ألوان المناسبة حق كل ذوق عندنا خليج شباب البحرين وعلى مستوى الخليج العربي. يعني بما أنك ذكرت أن هذه السنة الثانية تشارك فيها، أبي أعرف شنو اللي ميز هذه السنة عن السنة اللي قبلها؟ ما شاء الله الإقبال تغير، الذوق تغير، في عملية زيادة في الطلب على أشياء متفردة، كل واحد عنده لما تيجي عندنا رسمة بيبي بوشرون تبي شيء يكون مميز، والتميز ما شاء الله كل واحد تلبس أي قطعة سواء كان خاتم، شوار، حلق أو عقد، هي تميز القطعة، القطعة ما تميزت، القطعة تضيف لها، هي الجمال عندها الأناقة تكون عندها. بالنسبة حق شلون أنت تقنع الزبون بشيء معين يناسبه؟ عملت الإقناع، عملت الأسئلة الروتينية دائما نسأل زبايننا عليها، المناسبة إيش؟ حق إيش الاستخدام؟ متى عندك المناسبة؟ هل استخدام شخصي تختلف؟ الوقت إذا كان المساء، إذا كان الضحى، إذا كان بالمسيان؟ دائما هاي العوامل هذه دائما تأثر في عملية الاستخدام أي قطعة من أنواع المجوهرات، لأن بنهاية الأمر إحنا عبارة عن إيش؟ مستشارين وغير بياعين. إذا لو بنتكلم عن هذه المعرض اللي يقام في مملكة البحرين، طبعاً هو معرض كبير وله ناس كثيرة أنهم يحبون يتواجدون فيه كل عام، شنو أهميته لمملكة البحرين؟ مروره 25 سنة، وذكر هذا يمكن السنة هذه قاعد نحتفل فيه هنا عندنا بالبحرين، الحمد لله يمكن كنت مشارك مع دوشة وشركات ثانية بالماضي، والحمد لله لأنه ما كنت متواجد بهالمعرض ذي، وخاصة لأنه كنت السنة الثانية مع دار بوشرون، ما هو إلا عبارة عن إيش؟ عبارة عن مكانة البحرين كتميز، موقعها في وسط الخليج العربي، والزوار اللي قاعد يجون الخليج الشاب سنوياً مقارنة مع السنوات الماضية، قاعد نلاحظ في عندنا زيادة مفترضة ما يعادل من حوالي من 10 إلى 35%، يمكن العام الماضي أرقام كل من فرح فيها، وإحنا أكدتنا إن لازم نشارك للسنة الثانية مع بوشرون.
زين يعني في ناس وايد حاطين في بالهم انه هو معرض للمجوهرات والجواهر، اذا هو اكثر حق النساء، لكن اكيد الرجل له نصيب في هذه المعرض. خبرنا شنو الاشياء اللي تهم الرجل؟ والله في اغلب الاحتياجات الرجاليه يعني ما شاء الله خيشة، لو تلاحظين الموجودات اللي عندنا خيشة سواء كانت مجوهرات للنساء، وعندي خدشات رجال، مجموعات كبيرة من الساعات متوفرة، وهي الشركات عندها إنتاجات الخاصة، وحتى إحنا خدشات في دار برشلونة لنا الفخر إن ننزل مجموعتين اللي هي مجموعة إبيور ساعة رجالية، وعندنا مجموعتنا الكلاسيكية اللي يسمونها رفلي، وفيها نوع من أنواع التماس سواء كانت بالذهب أو بالستيل، والاستخدامات لكل وقت. طبعاً يعطيك العافية، نتمنى لك أيضاً كل التوفيق في هذه المعرض. شكراً لك وشكراً على زيارتك، الله يسلمك، ولي الشرف أن أكون معك مرة ثانية. أمسية سعيدة إن شاء الله. شرف لنا أكثر، يعطيك العافية. طبعاً مثل ما تابعتوا كانت هذه لقاءاتي من معرض الجواهر العربية، المجال مفتوح للجميع أنه يتواجد لأنه يستمر حتى 26 من هذه الشهر. أما الحين خلونا ننتقل للزملاء في الاستديو.